ما قاعد تصنع بشيء، انت هي تصورت وانت قاعد تصورنا اساسا، فالحين احنا نبيك تطلع ويانا على طول اساسا. طبعا موسى قبل الحلقه هو اللي كان قاعد يصورنا. انا في عندي فكره انزين جتني شيء على الهواء. احنا عادي الواقعيه حتى نفكر بالهواء، فشوفوا في عندي فكره قريبا ان شاء الله في شيء راح تشوفونه اذا صار فكره مبلوره وايد حلوه، فنطرونا موسى والمخرج اللي هناك الصغير. زين في عندي فكره معاهم وايد حلوه، فموسى الموسى شخصيا يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. وقادرين كلهم يشكرونك، انت طبعا خلف الكواليس كنت تصورنا ما تقصر ترفع صورنا، مشكور حبيبي يعطيك الف عافيه. كلمه اخيره حاب تقولها قول. ما ادري كل ما تجي تقول حق يعني جمهور جاذرينج، برنامج جاذرينج، حق شباب جاذرينج اللي صار فوق، نصيحه حق المصورين. المصورين بدر تابعونا كل يوم من الساعه 5 ل 6 ونص. لا ممتاز انت حق التلفزيون الشاهد. ليه 6 ونص؟ نواف حمود. لا افضل اماكن، افضل اماكن. يعني اخر شيء قمت تضغطنا صح؟ ايش رايك ننهي الحين شو اسمه، وان شاء الله مو اخر مره يعني تنورنا هني بالاستديو تشرفنا هني. ختام مهمسك على قولك. باعمال جديده ان شاء الله بتكون لك انت وصاحبك اللي موجود قاعد يصورنا الحين، قاعد يصورك اول صرت كبش الفدا انت اليوم. فيعطيك الف عافيه. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الكلام اللي قاله اللي حابين يصورون، اللي لا تاخذوا الموضوع هبه نفس ما قال بدايه الحلقه، لان اللي خذوه هبه من ربعه كلهم طلعوا من هالمجال، وهو بس اللي استمر بهالمجال لانه يحس ان هذه لانه شغف هوايته من داخله، هذا الشغف شغف. فنور حلوه الكلمه شغف. انزين الحين خلونا ناخذ فاصل. لا لحظه ليش تطلع فاصل نواف؟ انت المفروض الحين تبدعنا شيء وتمتعنا بالتقرير الخيالي مالك. انا حسبت فاصل. لا 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 خاب ظنونك، كل خاب ظنونك لكل محبين التكنولوجيا والتكنو جيم، خاصه التكنو جيم اليوم. خلونا نطير نلعب ونرجع. مساكم الخير متابعينا مشاهدين برنامج جاذرينج. مثل ما تعرفون ان فقرتي اسمها تكنو جيم، جيب لكم وايد تكنو، بس اليوم انا جاي هني عشان اجيب لكم كل اخبار الجيم. خليكم معنا تابعونا. شلونك شاي؟ الحمد لله. شايان؟ اي نعم. شلونك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ الحمد لله. طبعا مشاهدينا مثل ما انتم شايفين انا اليوم موجود في جيم ستور. هذا المكان مثل ما انتم ملاحظين حق كل هواة الجيم، اليوم راح يستانسون معاي لان انا شايان، طبعا هو شايان يقول لي اسمه شاي بس هو صدقي شايان، راح يتكلم معاي راح يعطيني كل المعلومات، شنو تحبون تشترون او شنو الناس يحبون يشترون اكثر شيء، شنو الالعاب، حتى الابل تي في اللي يمكن انا راح اخذه من هني بعد شوي راح اتكلم عنه واعطيكم احلى معلومات، وفي عنده مفاجاه راح تنزل ب 2012 صح؟ صح. انزين بالبدايه يا شايان تفضل تعال هني، ابيك تكلمنا عن اكثر الاشياء اللي الشباب او الصغار يقبلون عليها. يعني حاليا اول شيء كجهاز. كجهاز يعني حاليا افضل جهاز نازل الاكس بوكس. الاكس بوكس 360. نعم حتى نازلين على جهاز اشياء سبيشل ماي سبيشل. هو اكثر شيء مطلوب يعني كجهاز يعطيك الجهاز فول اتش دي وكاونلاين يكون اقوى. الحين هذا اخر جهاز نزل بالسوق اللي هو اكس بوكس 360. 360 الكينكت. بلاي ستيشن والوي والاكس بوكس 360 ثلاثتهم نزلوا اللي هي الالعاب التفاعليه، اكيد انتم شفتوهم مشاهدينا وعندكم اياها، اللي تقدر تتفاعل مع عزكم الله الحيوان او اي شيء موجود بالشاشه. شنو هذه الطريقه اللي داشين فيها؟ طبعا الاكس بوكس تميزت فيها وانت قلت لي طبعا ان عندها شيء رهيب رهيب. شنو هذا الجهاز؟ كلمنا عنه اكثر. الجهاز يكون على الاكس بوكس النازل الكنكت. هذا هو؟ اي نعم. يكون هذا الجهاز. خليني اوري بس حق المشاهدين. هذا هو زين قول لنا سالفته. هذا جهاز كينك تلعب بدون يدك، اول شيء يسوي اسكان على جسمك، يكون شخصيتك انت موجود بالشاشه
اي شيء تسوي هو يسوي جدا يعني اي شيء. هذا حق ميمي، ميمي تحب الرسم، سارة تحب الرسم، وأنا أحب الرسم. هذا الجهاز وايد حلو بس هذا حق الصغار، حق الصغار تقدرون يعني تشبكونه مع التلفزيون على الجهاز نفسه وتقدرون تلعبون. الجهاز وايد مميز، وايد حلو حق اللي يحبون يرسمون، جهاز وايد حلو تقدرون تاخذونه يعني شيء من الوي. انزين، أنت قلت لي في مفاجأة راح تنزل في 2012 حق محبين الوي، شنو هي؟ الجهاز ويو. وي يو. يو. شنو سالفته؟ هذا ويو راح ينزل آخر سنة، راح يكون مثلاً أعتقد مجال فول اتش دي، راح يكون الفول اتش دي 1080 بي، وفي يكون الجويستيك، الجويستيك في شاشة، مثلاً قاعد لما قاعد تلعب فجأة غير القناة تكمله تقدر تلعب الجويستيك، يعني ما يروح له. انا كلمتكم بعد يعني بحلقه من الحلقات عن الابل تي في، قلت لكم انتم قاعدين بالبيت تقدرون تشبكون على اجهزتكم على التلفزيون، تقدر من ايفونك بعد تشبك تطالع افلام كل شيء، بس يبي لك ايتون. كلمنا عن الابل تي في اكثر. اتش دي ام اي وصل الكيبل ورك التلفزيون في الجهاز، عندي اذا عندك جهاز ايباد ولا ايفون شغل واي فاي، اذا يكون عندك اي فيديو صور اي شيء حوله على هذا شغل الواي فاي حلو حوله على طول التلفزيون وريك بالتلفزيون. انزين شنو الخدمات اللي موجوده بالجهاز نفسه؟ انا عرفت انه في افلام في مسلسلات، اي حتى تقدر اذا يكون عندك الاكونت الامريكي تقدر نزل عليه افلام، تقدر تاجر افلام بس اكونت امريكي؟ اكونت امريكي لازم لازم. الحين انا بسالك سؤال اخير، يعني لما يجيك واحد شاب كبير مو صغار، بس تكلمنا عن الصغار، الكبير ما عنده الا لعبه واحده اكيد كلكم عارفينها، بي اي اس او الدوري الياباني. طلع لنا المفاجاه اللي خاشها حق الدوري الياباني. بي اس هذا الدوري الياباني الحين صار يومين نازل، صار يومين نازل واخيرا حابين في شباب وايد، يعني في منافس على الفيفا اللي ما نزل، هذول حاليا الشباب يحبون. هو شوف هو الفيفا في يعني وايد منافسه، بس يفرق الدوري الياباني كطريقه لعب، يعني حتى هذا ممكن انا صاحبي شاري وقاعد العبه، خلنا اكلمكم انا عنه اكثر، ان صاحبي شاري هذه اللعبه ولاعبها وانا هني جربتها عندهم لعبتها. طبعا المكان هذا وايد مميز في كل الالعاب، تقدرون تيون تشترون تجربون هذه اللعبه بالذات، اللي يحب طريقه الاستراتيجي او شلون يسوي خطط معينه، مو نفس الاجزاء اللي طافت العب باص ومش حالك، لا هني كل شيء محسوب عليك انت، الباص الشوته حتى طقه المثلث اللي تقطها ثرو البينيه كل شيء بهذا الجهاز. الجرافيكس ممتاز، يعني حتى لو اكلمكم اكثر عنها راح احرق عليكم، فاتمنى كل محبين الدوري الياباني ياخذون هذه السلسله من البي اي اس البرو ايفولوشن سوكر. عموما يعطيك الف عافيه، انت بالبدايه كنت مرتبك ما تبي تسوي معنا مقابله، ما شاء الله عليك بدعت وقلت كل كلام اللي عندك. عموما مشاهدينا هذا كان تقريرنا باي جيم ستور حق كل محبين الجيمز، اتمنى يكون فتكم وان شاء الله راح يجي لكم تقارير ثانيه عن الجيمز، وحين اختم معاكم مع سونيك. مع السلامه. وين صورنا صورنا يلا يا سيدي. طبعا وينك يا كرينا؟ كرينا؟ كرينا ندلعها يعني ما يتعليها، حتى الكرين صورة ويخنينا كرينا. زين طبعا تابعت معانا تقرير عن الالعاب، يعني انا فقرتي التكنو جيم، تكلمنا الف عافية نواف حبيبي، تقرير وايد جميل والله الله يسلمك، تكلمنا بالتكنو وايد، الحين خلاص راح ابدا ادش معاكم بالجيمز، وان شاء الله في عندي وايد افكار حق الجيمز انا مشغلها، بس ما بقعد كل افكاري مرة واحدة، شوي شوي اعطيكم منها، راح يكون عندي توب فايف ان شاء الله، راح يكون عندي وايد حكي، هذا كله راح تشوفونه ان شاء الله. عندي حكي صدق تابعني تكنولوجي. شفتوا البرو ايفولوشن سوكر؟ ممكن هذا اهم شيء الناس اللي يتابعونه. طبعا احمد المدريدي وايد مستانس على التقرير. احمد المدريدي انا وجه له تحيه، احمد المدريدي على طاري المدريد، الدوري الياباني طبعا الجديد مدريد، الدوري الياباني الجديد وايد وايد حلو، تغير طريقه اللعب، السيستم ماله تغير، ممكن الناس يتذمرون يقولون ايش هالملاقه، انه ليش كل شيء انا اتحكم فيه، بس انه وايد شيء حلو صار.
هذا الشيء. الشيء الثاني الاكس بوكس نزلت شغله وايد حلوه، الاشياء التفاعليه يعني 100% انا اعطيها اياها، تتفاعلون مع الحيوانات، تتفاعلون مع الاشياء هذه، فخلكم معنا وتابعونا الاحد الجاي في عندي وايد اشياء صح؟ الاكس بوكس بالاشياء التفاعليه وكذي اقوى من البلاي ستيشن، اقوى اقوى بوايد. تعال تفضل قاعد معنا. لا انت راح تصورنا؟ انت بتصورنا احنا؟ اي انت بتصورنا شعر الله العظيم. لا خدمه. شباب وبنات بدر انت تقعد، انت تقعد بالنص والبنات اطراف. يلا يا اطراف مع اطراف. من الخمس لست ونص. من الخمس باكر الساعة 6:30 وتابعونا ان شاء الله موضوع جديد وضيف جديد، وان شاء الله حلقة باكر تعجبكم. نشوفكم باكر. احنا عايشين عايشين. احنا قاعد نصور حتى. لا تخافون لا تخافون احنا باكر نشوفكم. يلا يلا باي باي. طلع طلع.